معانا على التليفون الاستاذ حمدين صباحي، برحب بحضرتك معانا يا استاذ حمدين. الو، ايوه برحب بحضرتك معانا يا استاذ حمدين. ايوه شريف عامر مع حضرتك على الهواء يا فندم. اهلا يا استاذ، وحشني يا شريف. اهلا بحضرتك، اهلا بيك يا فندم. النهارده يعني وجهه النظر اللي عبرت عنها سؤال مباشر، هل هي نعم تشكيك في موقف رئيس الجمهوريه؟ الو، سامعني يا استاذ حمدين؟ ايوه يا استاذ شريف. ها، كنت بسال حضرتك يا استاذ حمدين، وجهه نعم. النظر اللي عبرت عنها النهارده اثارت جدل كبير جدا. نعم، هناك اتهامات بانها تصب في صالح الاخوان. نعم، هناك اتهامات بانها يعني حضرتك تبحث عن مساحه ضوء، وانها تشكيك في توجهات رئيس الجمهوريه المنتخب. اتفضل يا فندم. اولا انا عاوز اعيد التاكيد على ما ذكره التيار الديمقراطي في بيانه اليوم. نحن شعب عظيم يستحق دولة ناجحة ديمقراطية حديثة تحترم حقوق الإنسان وتنتصر لحق الشهداء. إحنا مع ثورة 25 يناير و30 يونيو، هذا موقفنا الثابت. نحن ضد فساد مبارك الذي دفع الشعب المصري ثمنه عبر 30 سنة جوع وجهل وفقر وانهيار في قدراته وفي دوره وتبعية. مفهوم. وهذا موقفنا ثابت. اما النهارده حد يحاول يعيد لوي الحقائق فيما اعلنه التيار الديمقراطي وما اعلنته اليوم، فهم دول اعتقد ان دول رجال اعمال واعلام مبارك. من المؤسف ان يكون هناك رجال للاعمال والاعلام ينتمون لمبارك ومؤسسات فساده، بيحاولوا انهم يحاولوا الغضب او الاهتمام المصري بقضية الحكم على المخلوع وزمرته إلى معركة جانبية فيها خناقة مع حمدين صباح. بس أنا بقول إن ما كانش محكوم عليك أو إن ما كنتش مدان بشكل واضح وقضائي أو قانوني، من حق الناس كلها إنها تبقى موجودة على المشهد يعني. لا، أنا يتواجدوا، هم موجودين على المشهد، ومماليك المال والإعلام يعني كثيرين في هذا البلد متواجدين وبيقولوا كلمتهم أكثر من الشعب الآن. لكن اللي احنا قلناه النهاردة واضح، نحن موقفنا عشان الشعب وعشان مطالبه في الحياة الكريمة وأهداف ثورة 25 يناير وبناء الدولة القوية الناجحة العادلة الديمقراطية، هذا ما نريده ونسعى إليه ولن نتخلى عنه، وعملنا لا يصب في مصلحة الإخوان. ولو كان الذين أثاروا زوبعة اليوم، وإحنا معتدين على زوابعهم ومستعدين لتحملها، تحملنا منهم كتير قوي لوجه الله وهذا الوطن وشهدائه وحقه في الحياة والكرامة، لو كان هؤلاء سمعوا ما قلته. أنا قلت بوضوح في ختام المؤتمر الصحفي ردا على سؤال، وإحنا بندعو كل قوى الثورة إنها تتماسك وتتوحد وتصطف معا، لكن لن نقبل أن نضع أيدينا في أيدي الإخوان لأنهم سرقوا الثورة، ونحن صرنا ضدهم كشعب عظيم، واحنا كنا جنود في 30 يونيو كما صرنا ضد فساد مبارك. طيب، ده على المستوى السياسي يا استاذ حمدين، لكن في نقطة مهمة جدا ودي كانت جزء من الانتقاد النهارده، انه الموقف السياسي اللي حضرتك عبرت عنه او اللي عبر عنه التيار، تيار احزاب التيار الديمقراطي، نعم، ده خلط للزيت بالماء ومحاولة للتأثير على سير القضاء في مصر. يا سيدي، نحن نحترم القضاء المصري ونحرص على أن يكون مستقلا ولائقا بما ينبغي أن يتمتع به من قدر وقيمة عند المصريين، ولم نعقب على حكم. نحن تكلمنا في السياسة مش في مضمون الحكم، وكل مصر بتتكلم في هذا الحكم مش تعقيبا على حكم. احنا رأينا أن نتحكم على مبارك أصلا حكم نهائي في 25 يناير، وما عادش 100 قاضي يقدروا ينقذوه من حكم التاريخ. لكن ما نطلبه، واحنا ده اللي قلناه في 5 نقاط في بيان اليوم، ان يحاسب مبارك ورجال حكمه محاسبة على الجرائم السياسية والإفساد السياسي الذي ارتكبه ونهب الثروة وتخريب مصر طوال 30 عام. وتوجهنا للسيد رئيس الجمهورية مش عشان نقول له تدخل في أحكام القضاء، لنقول له أنه على رأس هذا البلد دستوريا وبيده سلطة التشريع أن يفعل قوانين مهملة، من بينها قانون الغدر وقانون حماية الثورة،
ونحن نطالب بانفاذ هذه القوانين لانها جزء من منظومتنا القضائيه. طيب بعد الخمس نقط اللي حضرتك اتكلمت عنهم في البيان او اللي صدر من الاحزاب، احزاب التيار الديمقراطي، نعم، ماذا بعد على المستوى السياسي؟ احنا نريد الان ان يكون هناك وضوح في ان الانتماء لثوره 25 يناير و30 يونيو هو خط هذا البلد، ونطلب من الرئيس السيسي كما قلنا ان يكون انحيازه واضح. هو له تصريح، طب ما هو قال انه البلد لن تعود للوراء امبارح في بيان من رئاسه الجمهوريه، لا عوده للوراء ولا تراجع عن اهداف الثوره في بناء دوله حديثه، وهذا قول نريد ان يطبقه العمل ويصدقه العمل، وعاوزين موقف لصالح شباب مصر وينهي هذا القانون المضاد للدستور وهو قانون التظاهر، ويطلق سراح المسجونين بسببه، ويسمح بحرية التعبير السلمي. واحنا الحقيقة لم نتبنى الدعوة لمظاهرة غدا، لا 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 بيان التيار الديمقراطي، يعني حضرتك بتقول انه بيان التيار الديمقراطي لم يدعو للتظاهر غدا، لم يدعو، البيان واضح يا استاذ شريف، لم ندعو للمظاهره في اي تاريخ محدد، لكن دعونا لتعديل قانون التظاهر لاطلاق سراح المحبوسين بسببه، مفهوم، احترام حق الشباب في التعبير السلمي عن رايهم. الاهم من هذا ان احنا بندعو لان هذا الوعد بان لا عوده للوراء نراه سياسات مطبقه تطمئن الشعب المصري وشبابه، مفهوم، واجياله الجديده، ان التضحيات اللي قدموها لم تذهب سدى، وإن الثورة التي سرقها مرة الإخوان لا ينبغي أن يسرقها رجال مبارك الفاسدين. طيب أستاذ حمدين، حضرتك دلوقتي قلت إنه لم تدعو لتاريخ محدد، البيان لم يدعو لتاريخ محدد للتظاهر، إذا خرجت، طيب كان في دعوة للتظاهر غدا، هل المنتمين للكتلة للأحزاب دي هتبقى موجودة في هذه المظاهرة ولا لا؟ لا، ما فيش قرار، إحنا ناقشنا ده النهاردة. طيب. ناقشنا كأحزاب ولم ندعو لمظاهرة في أي تاريخ محدد، احنا دعينا لموقف من قانون التظاهر يعدله، مفهوم، ودعينا لاحترام حق التظاهر السلمي في مصر، وعبرنا عن فخرنا واحتضاننا لشباب مصر، وأدنا استخدام العنف المفرط من الداخلية الذي أسقط شهداء في ميدان عبد المنعم. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ حمدين صباحي، مؤسس تيار الشعبي وصاحب التصريحات النهاردة اللي خرجت، وزي ما تابعنا مع حضراتكم ما قالوا.